السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل بيت وفي كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج حوار مهم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، عن الحسد وأنواعه وأضراره وكل ما يخص الحسد. أرحب بضيفتي الجميلة أستاذة مروة، أرحب بالمذيعة الجميلة أستاذة نسمة. أهلا وسهلا، أهلا بيك. النهاردة مساء الخير مشاهدينا، وحشتينا جدا. معاكم نسمة البغدادي من برنامج حوار مهم. برنامج حوار مهم بنتكلم عن موضوع مهم جدا في حياتنا، وكمان بنتكلم عن الأذى في كل بيت أو داخل كل بيت، وكمان ممكن الناس تتعرض لأذى عضوي وجسدي. ممكن يقوم من النوم يلاقي جسمه متخربش أو متبهدل أو ما يعرفش ده إيه، فبجد الموضوع خطير جدا وممكن نتعرض لخراب بيوت. موضوع النهاردة شيق لأن باب كبير جدا جدا. معانا ضيفتنا الجميلة أستاذة مروة رأفت. أهلا بيكي. زي حضرتك معالج بالقرآن والسنة. ازيك يا أستاذة مروة؟ تمام الحمد لله. ازيك يا دايما يا رب. احنا عايزين نسألك في حاجة معينة كده. في ناس كتير بتتعرض للحسد والعين، ففي مثلا واحد الحسد يقول لك ايه ده محسود ده واخد عين، في فرق بين الاثنين؟ في فرق بين الحسد ومن العين. قولي لنا بقى، وضحي للناس. العين دوت بتبقى عين قرين او عين جن، لكن الحسد شخص معين حسدك. في بيبقى في اشعاع كده في عينيه بيطلع، فده بيخلي الاشعاع ده يخلي العين ترشق زي ما بيقولوا في جسمها، او تحسد العيل الصغير، تحسد اي حاجه، ممكن زهريه ورد زي كده يتحسد بسبب الحسد. لكن العين ده بيبقى عين قرين حد معين. طب وفي ليهم اذى الاثنين؟ يعني مثلا الحسد فيه اذى والعين دي اذى؟ انت عارفه، طب في فرق بين الحسد يعني القوة بتاعته أكتر من العين الجن. عين الجن الشيطان أو الجن هي بالقرآن هيهدى وخلاص وهيروح بعيد عنك، لكن لما يبقى عين شخص معين أنت بقى في حياتك معاه، زميلتك في الشغل أو أي حد معاكي، فأنت تملي عينها عليك هتعملي إيه ساعتها؟ فبتبقى عينيها جامدة وحسدها جامد عليكي. طب وأسباب الحسد والعقوبة بتاعت الحسد؟ عقوبة اللي هو اللي عند ربنا يعني. الحسد طبعا زي السحار، ان ما بيقدر انت في ايديه او في لسانه ان هو يقول ان الكلمه ديت تتقال بسم الله ما شاء الله قبل اي كلمه. قبل اي حاجه تعجبني او الله اكبر ما شاء الله، اللي مش هتحسدي خلاص تقدمي المشاكل. لكن طول ما انت بتقولي ايه ده دي حلوه، ايه ده دي ما كانتش المفروض تبقى كده، ايه ده، طب ما كده حسدك الشخص دوت وخلاص. نفت فيك العين بتاعته. لكن نظره الشيطان اللي هي العين او النظره، احنا بنسميها النظره مش العين، نظرة الشيطان او قرين مثلا حد من زمالك او اي حد من صحابك او قرابك او جيرانك، فهو قرينه مش حلو فتملي باصص لك بيخليك تمرض شويه. بس تقدر بقران ربنا اللي انت بتقوله في سرك ليه، مش هتتغدى عين عنك خالص، مش هتقدر تاثر فيك. تمام. طب في ناس كتير عندهم اعتقادات ان يقول لك ايه نحط خرزه زرقاء ورا الباب، تمام، اللي هو خمسه وخميسه، او يخمسوا في وش حد، دي معتقدات. هل دي بتشيل الحسد ولا دي معتقدات؟ لا هي دي معتقدات. يعني في الدراسه اللي انا كنت الاول كنت عارفه، كنت بقول دي بتشيل، بس لما درست وخدت الحاجات دي كلها ودرستها في الكورسات اللي خدتها والشيخ الكبيره اللي هي قالت لي وديتاني، فعرفت ان دي تميمه. فحرام نتعلق بتميمه. ليه ما نقولش قران؟ ليه ما نرشش ملح او نمسح بملح؟ حاجات طبيعيه ربنا خالقها. نحط اعشاب عطره، هتمنع كل ده من العين. يعني اللي هي عين الشيطان اكتر. يعني عاوزين نعرف برضو الوقايه بتاعت العين، ويعني تقول الادعيه الاذكار كل الكلام ده عاوزين نعرفه. اذكار الصباح والمساء اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالكلمات اللي هي التامات من شر ما اجد وحذر. اعوذ بالكلمات اللي هي التامات من شر ما اجد وحذر، اقولها ثلاث مرات، واقول الفاتحه، المعوذات، ايه الكرسي على طول. اما احس ان انا محسود عملت توب كتير، او ابني، او ان انا النهارده عملت الحلقه بتاعتي طلعت حلوه خالص ورحت لقيت نفسي تعبانه ومش قادره وكده، لا اعمل شويه على كوبايه او مصدعه كوبايه ميه، تكوني متوضيه وتقري الايات المعينه وتقولي الدعاء ده، اعوذ بالكلمات التامات من شر ما اجد وحذر، يعني من شر اللي انت شفتيه ولقيتيه في الشغل بتاعك او في المكان اللي انت فيه. طب في اعراض معينه بتبين ان انا محسود؟ يعني مثلا احس بصداع، زغلله، بتتوب كتير، صداع مستمر، بتلاقي تملي كل ما تروحي الشغل، بتبقي نشيطه وعايزه تروحي الشغل، كل ما تروحي تبقي تعبانه، موضوع الشغل بالذات اللي بتبقي تعبانه فيه، اتحسدتي فيه. متفوقه وشاطره وكويسه ومحبوبه بين زمايلك كلهم هناك عن اي حد تاني، فانت كده اتحسدتي. والزغلله في العين والحاجات دي برضو دي من اعراض الحسد؟ بتبقى حسد، بتبقى عين. فترقي نفسك زي ما قلت لك، المعوذات والفاتحه والادعيه، تقولي اذكار الصباح اذكار المساء، وتقولي بسم الله اركيك بقى، لو انت بقى قاعده كده معايا، بسم الله اركيني، بالله يشفيني من اي عين حاسده، من اي عين ساحره، الله يشفيني، الله يبارك فيه.
ولو توبة اللهم رب كتير الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. طب عايز نبقى نكتبه برضو مره على الشاشه عشان الناس برضو. كيف نفرق بين الحاسد والمعجب؟ المعجب دوت بيبقى شخص عادي مش حساس، بس معجب بحاجه كويسه، صوره، معجب بحلقه اتعملت حلو في النهارده في البرنامج، معجب مثلا برضه بيبقى فيه اللي هو الحاسد اللي بيبقى في نفس الحال، يقول ده مثلا الحاجه دي جميله قوي، تلاقي الحاجه مثلا اتكسرت، ده ايه بتبقى عين الحاسد ده؟ بيبقى معجب او عين يعني؟ لا بيبقى مره عين مره معجب، ما بتلاقيش كله حساس، مش معقوله الناس كلها بتحسد. لان حصلت كتير. مش معقوله كله بيحسد. وفي بتبقى طاقه سلبيه في عينه، بتلاقي اشعاع، يعني انت ممكن في التو واللحظه بتلاقي الزهريه وقعت. او بتقولي بص البنت العسوله دي، بتلاقيها وقعت على وشها، ممكن أيوة. تحصل منك كده. ايه ده جميل قوي الكلام ده كله. بتبقى انت أيوة. مش قاصده فبتتكسفي، فدي بتبقى ايه يعني؟ عين كارك بقى، يبقى نعمل تمام ايه؟ نقول بسم الله ما شاء الله، لو كنا قلنا الكلمه دي ما كانش حصل ده. وفي ناس تقعد تعمل ايه؟ خمسه خويصه هم قاعدين كده. بيخمسوا. لا دي احنا عادات شفناها امهاتنا واجدادنا والمجتمع، فتلاقي بيخمسوا. ايوه يعملوا على الخشب زرقاء، تمسك الخشب مش عارف. لا ساعات الحاسد بياخد الموضوع بهزار وبيطلع جد. لكن النبي عليه الصلاه والسلام والسنه ما بتقول لناش كده ان احنا نعمل كده. المفروض طبعا. اكيد. وفي ناس كتير ممكن تحسد حد على عيشته او على لبسه او على زوال النعمه. ودي بقت موجوده، واحد راكب عربيه فخمه وحلوه وكويسه وربنا مديه، دايما بنلاقي كل تيجي تلاقي واحد معهوش مثلا زميله شمال ده راكب، فبتلاقي بتحصل اي مشكله اول ما تركب العربيه دي، العربيه بتتنزل وبيطلع فعلا بيتعرض لحادثه او بتطلع. يعني انا اخويا لسه مشتري عربيه جديده وكده، وهو ما كانش معاه عربيه فاشترى عربيه جديده، فلسه طالع بيها يا عيني، والناس كلها بتبارك له، الازاز اتكسر بتاعها. الحمد لله دي قدام يعني. فقلت له يا ابني انت شغل قران تملي في العربيه واقرا قران تملي، قلت له انت سايق برضه لازم. قال لي والله بعمل، بس العين بقى صابت. لازم برضه اللي هم متجوزين لازم يحرصوا، لان في ناس يعني واحد يقول له بص انا جبت ايه البنت دي، تبقى فرحانه بالحاجه اللي جابتها في البيت، فتلاقي الحاجه اتكسرت والحاجه باظت من اول جواز اول اسبوع الكلام ده كله. تحصل. واحده جاتني يعني قريبه ليا، كانت هتتجوز وكده، وهي تملي تجيب لبسها كله وتقيسه لجيرانها واصحابها، تقيسه لجيرانها كل، لازم تلبس الطقم، تلبس الهدوم، اي حاجه. المهم فجاه لقت جسمها طالع فيه حساسيه كتير منشوره في وشها، وجسمها كان فاضي على فرحها حوالي 15 يوم 20 يوم. المهم بعدين لفت وكشفت وعملت تحاليل، ما عندكيش حاجه. جت عندي عملت لها جلسه واتنين قران، وانا بقرا عليها العين اترسمت على القوره، على حاجبها هنا عين سودا كده، بقعه سودا كده معموله، بنت عليها بعد الرقيه. بس اقول لك على حاجه، طبع البنات بيحبوا يوروا كل حاجه لزمايلهم. بس نديري يعني، مش ما نوريش يعني، نمشي مثلا اللي هو ده على شماتك تقيل نمشي بيه. صح. انا بحب كده. طب ما انا اقول لك برضو، ما في بنات تيجي مثلا تشيل العفش بتاعهم او حاجه زي كده، مش ممكن تتحسد في الموضوع ده؟ ممكن. طب وهي بقى تعمل ايه قبل بقى ما يشيلوا الحاجات بتاعتهم دي؟ تقول كلمات معينه او حاجات معينه، او ترش ملح؟ يعني شغلوا قران شويه في الفرح، ابتدوا فرحهم او بيومهم بقران ربنا، ربنا يحوش ان شاء الله العين طبعا. يعني لو انت محسوده او انت محسود، في العلاج بالقران مع استاذه مروه، ورقمها موجود على الشاشه، ويا ريت تواصلوا معاها، هتفكوا باذن الله يعني. ان شاء الله. باذن الله. وعايزين برضه نتكلم في حته طلاب الثانويه العامه والجامعه، دول اكتر ناس بتتعرض للحسد من ناحيه سنة. مثلا حد بيذاكر يقول له ايه ده انت لاقين بتذاكر، وبص تلاقيه بعدها الولد ما بيذاكرش ونام ناجح متفوق. ناجح متفوق والناس كلها بصله، فبيتنزل. طب ازاي يعني الولد اللي هو في الثانويه العامه اللي عمل حفله ونجح جاب 99؟ ده توفى. اتوفى الولد ده، دي عين خلاص خدته يعني موت. لان العين حق. اللي عايزه اقوله ان العين حق موجوده. في ناس كتير تقول ده كلام فارغ، لا مش فارغ، العين حق. النبي عليه الصلاه والسلام كان تملي يعني يحذرنا منها، كان يعني يرقي الحسن والحسين من العين، يرقي نفسه، يرقي زوجاته، فكان تملي يحذرنا من العين، فالعين حق موجوده والسحر حق. اكيد. طب هو بقى يعمل ايه مامته وباباه عشان يحصنوه من النقطه دي؟ ان هو مثلا هتلاقيه بينام بقى، ما ذاكرش، قرفان. اما احس ابني بقى كده متغير من حال لحال، اعرف ان ده اتحسد. اجي احط ايدي على راسه وابقى متوضيه وهو متوضي، واقرا عليه فاتحه الكتاب 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، المعوذات، فاقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وبسم الله اركيك بالله يشفيك، اكمل بقيه الدعاء والادعيه ديت ايه للعين والحسد. هل تحسين البيت بالقران فقط ولا في انواع ثانيه للتحسين؟ قران والبخور والملح والكندر اللي هو البان الذكر، ان العرب اكثرهم بيقولوا على اللبان الذكر الكندر. وفي الكتاب قايل كده، الكندر هو البان الذكر والحرمل، الملح نبخر بيه بيتنا على طول.
نشغل الركة الشرعية، سورة البقرة بتمنع أي عين في بيتها ما تتقرأ كل يوم، تتسمع على التلفزيون أيا كان، إحنا نقعد نقرأها، نسمعها للمحسود تملف في ودنه بالسماعات، دي كلها تمنع العين عننا إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله إن بإذن شاء الله الله. إن شاء الله. طب في علامات بقى معينة أعرف إن الشخص ده بيحسدني، أو في علامات معينة للشخص الحاسد؟ بيبان من عينه ما بيسميش، وبعد ما ببقى قدامي بيجيني صداع، كل ما ببقى مع الشخص الحاسد ده بالذات يجيني صداع. بعدها الاقي الدنيا اتقلبت، جت عندي في البيت، وبعد ما مشيت مشكله حاسه انا وجوزي او ولادي ومش طايقه. دي كانت هنا اللي هي كانت هنا الحساده دي هي اللي حست كده. على طول نشغل قران معانا نجلاء. مكالمه هاتفيه، اتفضلي. الو، السلام عليكم. الو الو، ايوه يا الو، فندم، اتفضلي. معاكي، ازاي اتفضلي. حضرتك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. ايوه، ازاي حضرتك يا دكتور؟ بخير الحمد لله. اتفضلي، سامعاكي يا حبيبتي، اتفضلي. انا بحيي حضرتك على الحلقه الجميله دي. تسلمي حبيبتي، تسلمي، متشكره. عندك سؤال؟ والله ايوه. اتفضلي. بصي، هو دايما عندي صداع ونفس الاعراض اللي انت بتقوليها دي، بس مش عارفه اذا كان حسد ولا لا، بس انا حليت وعملت كل حاجه وما عنديش اي حاجه. بيجيلك عبارة عن صداع بس يعني في جسمك؟ صداع بس اللي بيجيلك اللي بتحسي بيه؟ صداع وهمت في جسمي. طب قوليلي، عندك صداع في بقع في جسمك؟ وهمت في جسمي، مش قادرة أعمل أي حاجة. في بقع بتلاقيها في جسمك؟ طيب انتي اسمك ايه؟ حبوب بتطلع في وشي دايما، حبوب. تمام. شعرك بينزل؟ طيب ايوه يعني. تمام. اسمك ايه؟ طيب اسمك ايه؟ نجلاء، اسمها نجلاء. نجلاء. طب ده يعتبر سحر يا نجلاء مش عين. ماشي يا استاذه نجلاء، شكرا على اتصالك واسمعينا. ده اللي فيها ده سحر مش عين. سحر؟ بتقولك تملي كسلانه وتعبانه، مش بتقولك في حبوب في وشها. حبوب في وشها ده بيبقى سحر، ممكن معمول سحر. طب مش ممكن يبقى ارهاق؟ ممكن، بس انا ببقى حاسه الشخص اللي بيكلمني او الشخص اللي بيقول لي اعراضه ايه بيبقى في ايه بالظبط. بيبان كمان صوتها بنوته، يعني ممكن يكون عاملاها سحر بتعطيه جواز او حاجه زي كده. ممكن، ما هي ما قالتش هي ايه، فده بيبان لي اكتر كمان مع الكشف، لما تبقى قدامي واعرف اسمها واسمها بالظبط وسنها وكده، فبيبان لي الكشف اكتر. بس هو كده بيبين لي ان هو سحر، موجود في سحر معاه. لو حبيتي تتواصلي مع الاستاذه مروه، الرقم على الشاشه، وكلميها بعد الحلقه. طب عاوزين نعرف الدعاء للمرضى بظهر الغيب، اللي انت تدعي للمريض اللي هو مش موجود معاكي عشان تعالجيه مثلا وتحصنيه. اكون انا مش عارفاه؟ لا، ابقى لازم عارفاه عشان عارفه اسمه ادعي له. ما انت سمعتي، بس هو مش موجود. هل الدعاء يقدر ياثر معاه؟ طبعا، يعني بحب قوي الشيخ عبد عوض، بيقعد يدعي للناس كلها عامه، والناس بتتصل بيه ادعي لي. ندعي، جايز هي ما عندهاش قدره ان تدعي، وان بتحس ان الدعاء بتاعها او شيطانها بيوسوس لها ان الدعاء بتاعي مش مستجاب. الام تدعي، الاخت تدعي، انت ممكن شخص هو غريب وعرفت ان البني ادمه دي جارتك تعبانه، ادعي لها بالشفاء. معانا مكالمه هاتفيه من استاذ عيد، اتفضل. وعليكم السلام. السلام، اتفضل. ازي حضرتك؟ والله انا كنت شفت الاستاذه مروه الحلقه اللي فاتت على القناه، وكلمتها بالفعل. تمام. وهي فادتني، يعني الاستاذه فادتني بصراحه، يعني وبارض الله، يعني هي ربنا يكثر من امثالها، وهي انسانه الله يخليك. استاذ عيد، انت انا من المرج، من حي المرج من القاهره. اهلا وسهلا استاذ عيد، اهلا وسهلا. شفتها الحلقه اللي فاتت على التلفزيون، والله وهي فادتني لوجه الله، يعني هي محترمه جدا يعني، وكتر خيرها، ربنا يخليك ربنا يزيد من امثالها يعني. الله يخليك يا فندم. متشكرين يا فندم. شكرا شكرا. استاذ عيد دوت، ده عنده مشكلتين جامدين، يعني ربنا يشفيه يا رب، ويحوش عنه سنة معاه جلسات. عنده سحر وعنده حاجة عشق، يعني جن عاشق؟ جنية، جنية عاشقاه وعنده سحر. عشان أعرف الناس برضو، من مكان هو اتأذى، من مكان اتأذى، من مكان راح فيه، فموجود فيه حاجات وحشة كتير فاتأذى. الحاجة دي وقفت حياته، بقاله سنين قاعد من غير شغل، وبقاله سنين ومعاه أولاد وبيت، بس جسمه عيان، ولف الدكاترة وعمل تحليل إشاعات، فتعبان قضى يعني. عليه يعني ايه؟ السحر قضى عليه؟ السحر تعبه خالص، مش قادر يطلع يشتغل. فلما اداني اسمه كشفت، لا عنده حاجتين، عنده عشق في جسمه وعنده سحر. فالحاجتين دول اذين، وبقول لي ولفيت وراح لشيوخ كتيره وراح لكذا حد، قول له رحت الدجالين وراح وصرف فلوس الدنيا. معانا الاستاذ مهران، ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله، ويساعده ان شاء الله باذن الله. اتفضل استاذ مهران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا باشا؟ ازيك يا باشا؟ كنت عايز اتكلم استاذه مروه،
اتفضل سامعاك اتفضل. حضرتك يا فندم، انا دايما بجيني كده التواب وعايز انام والجسم كده تعبان، مش عاوز اشتغل ولا اي حاجه، وهقول عايز انام. قول لي بقى، انت بتصلي ولا ايه؟ بصراحه بتصلي وملتزم ولا بتقطع؟ لا حضرتك بصلي الحمد لله. الحمد لله. بصلي الفاضل برضه بس مش على طول. لا ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها مش على طول، بنصلي اما ما بنصليش. لا بصلي بس الفجر حضرتك مش دايما يعني. ربنا يا رب ان شاء الله يديك وتحضر تصلي الفجر. واحيانا بشوف رؤيا كده يا فندم برضه انا بنام على طول. طب قولها لنا برضه عشان اعرف، لان ساعات الرؤى بتدل على ايه اللي عند البني ادم بالظبط. الاحلام بتبين. طب اتفضل. احيانا حضرتك بشوف نفسي ان انا في امتحان، انا مخلص تعليم. ايوه. وبحس ان انا في امتحان، وازاي انا خلصت تعليم وازاي لسه بمتحن تاني، وابقى اعصاب متوتره والاقي نفسي ما حليتش في الامتحان. فدي من ضمن الرؤى برضه، وبلاقي نفسي في مقابر، في وسط مقابر كده، وزي ما كنت تايه مش عارف نفسي ايه اللي جبني هنا. تمام. انت متجوز؟ لا حضرتك لسه شاب؟ يعني الفرح قدام زي 20 يوم. حضرتك عندك كام سنه؟ عندي 28 سنة. تمام. ده مأذي. طيب ممكن تسمعنا من التلفزيون؟ شكرا. اللي فيه ده بقى مش سحر، اللي فيه دوت أذى من قبل الدراسة اللي هو كان فيها، وجاله يعني حاجة مسته. الله أعلم بقى، هو اتخض أو حادثة أو دخل الحمام مثلا، كان بيغني أو دلق مية سخنة، لأن الأذى ممكن يجينا من أي مكان إحنا مش حاطين دماغنا فيه أو نسمي فيه. فده مأذي، ده مأذي أذى. مأذي. طب والامتحان اللي هو فيه فعلا في ناس كتير بتحلم ان هي بتمتحن وبتسقط، ده دليل على ايه؟ سحر ولا حسد ولا اعمال ولا مس؟ ده بيبقى مس. ان انت مالك تمتحن وبتكتبي، فبيختبروكي بقى انت بتعملي ايه وما بتعمليش ايه. الجن ان ده موسوعه جامده، فده بندل ان هو دوت مس ليه. والمقابر مس؟ المقابر برضو ده مس اكتر. هم ساكنين تحت، ساكنين في. طب ما هو داخل بقى على جواز يعمل ايه؟ لازم يتعالج الاول، لان دي ممكن تعطل في الجواز معاه، ممكن تعطله في الخلفه، فلازم يتعالج الاول قبل ما يتجوز. لازم العلاج. ممكن العشق ده يعمل له ربط ليه. ممكن ما يخلوش يعرف يتجوز، ممكن ما يخلوش يعرف يخلف. فيتعالج الاول وينظف جسمه كويس ويتحسن كويس ويقبل على الجواز ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا ربنا ييسر له امور يا رب. امين يا رب. طب عاوزين نعرف ادعيه الحسد والعين، الادعيه كلها عشان نقول للناس وتعرف. نقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما اوذي. كل الايات برضه. ونقول المعوذات، بس المعوذات دي في الاخر. اول حاجه الفاتحه، نقول الفاتحه 7 مرات، ايه الكرسي 7 مرات، قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تتقال كلها 7 مرات. وننفخ في الميه اللي احنا بنشرب منها. امسك الازازه كده واقرا عليها بقى طهر. اهم حاجه تكوني متوضيه ومصليه طهرانة، وما تقطعيش في القرايه، لان لو قطعتي في القرايه او كلمت حد او سبتيه بتاع التليفون لازم تبداي من تاني في الكورس المعين في العلاج دوت الرقيه. فلازم تبقي متواصله في القران وتخلصيه بقى كده. تمام. معلش دلوقتي الحلقه خلصت، نورتينا يا استاذه مروه. اهلا بيك. ربنا يخليك. منوره بيك. وانتظرونا في حلقه جديده ان شاء الله الاثنين القادم الساعه 3 في برنامج حوار مهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. نورتينا.